السلام عليكم اخوان. اليوم عندنا واحد الفلوج ديال حاتم الفلسطيني. صراحه عنده واحد الفلافل ديال الاكله ديال فلسطين، صراحه جربتها مليحه مليحه بزاف. تصايبوها من الحمص، راه هو اللي كان دخلها ليت لهنا بين الليل، ودار هذا المشاريع هذا. وتنتمنى من الاخوان يدعموا هذا السيد، هذا هو والابن ديالو. عنده الحطه جيت الورود جنب مقهى الورود. وشكرا لكم جميعا، الناس تاع بني ملال، الناس كرماء، عارفكم غتمشيو عندو وغادي تاكلوا ان شاء الله من عندو، داكشي راه نقي وغزال. وشكرا لكم. طبعا انا اسمي حاتم الفلسطيني، بني ملال عندكم ضيف. طبعا احنا اخوان ومسلمين كنا مع بعضياتنا، وبسوي حاجه اسمها الفلافل. هذه الفلافل اكله مشهوره على مستوى العالم العربي، بسووها بلاد الشام، فلسطين، سوريا، الاردن، لبنان، واحنا متميزين فيها. اكله صحيه، بنفطر فيها، بنتغدى فيها، بنتعشى فيها. هي مكونه من الحمص والفول، وان شاء الله تنال اعجابكم وتعجب الناس بإذن الله تعالى. بارك الله فيكم، ونتمنى زيارتكم وتشاركونا. وتعرفين طبعا أنه الأكل هو عبارة عن ثقافات بتعرف الناس على بعضياتهم من خلال الأكل يعني. وإن شاء الله نشوفكم على خير، بارك الله فيكم. والله أنا حاليا أنا متواجد في بني ملال في المنطقة هذه تقريبا صار لي شهر تقريبا، اللي هي بجانب مقهى الورود. ولكن انا تقريبا الحمد لله رب العالمين، كان لي الشرف اني اجي بني ملال والمغرب اصلا بال 2018، وبديت هذا المشروع من اول، وشويه شويه الحمد لله رب العالمين لغايه لما ربنا سهل علينا بهذا المشروع المتواضع يعني. وان شاء الله نتوسع ونكبر مع الناس، والناس تعرفنا باذن الله تعالى. كيف التعامل مع، والله ما شاء الله تبارك الله، يعني الناس بني ملال ناس طيبين وكويسين يعني، شايف. والمحبة أصلا يعني غير ما أقول. أنا بالنسبة للمغاربة يعني لكم باب معين، باب من أبواب القدس اسمه باب المغاربة بوحدكم يعني، فالمحبة هذه قديمة يعني، شايف كيف. فبالتالي إن شاء الله نتمنى زيارتكم على خير بإذن الله تعالى. والله حاليا أنا يعني بادي هي بالأكل اللي اسمها الفلافل أو اللي هي هذه طبعا، او عند المصريين بسموها الطعميه، شايف. لكن طبعا هي هذه النكهه تحديدا نكهه فلسطينيه والخلطه فلسطينيه، ونتمنى انها تنول اعجاب الناس باذن الله تعالى. يعني شو بتسوي يعني، شي حاجه اخرى من غير هذه؟ والله ان شاء الله لما نتطور باذن الله تعالى ونتوسع نحاول ان شاء الله باذن الله نسوي الشاورما، شايف كيف، باذن الله تعالى. ونشوف ونتبادل مع بعضياتنا الافكار باذن الله تعالى. الميساج الناس تاع بني ملال جو دو بو دو بو الاكل ديال فلسطين.
هذه أكلة فلسطينية. هذه أكلة شامية لكن شامية. شامية لكن اللي بسووها زي ما قلت سابقا فلسطين سوريا الأردن لبنان اللي هي الفلافل أو الطعمية المصرية، لكن هذه الخلطة تحديدا خلطة فلسطينية، خلطة فلسطينية ومن غزة هي. نعم هذه عبارة عن يعني بنصوبها من حمص والفول بنسويها وبنقليها في الزيت وبنحط معها الشلاضة بنحط معها البطاطس اللي هو الفريت شايفه اللصوص، اللصوص اللي هو الطحينة، الطحينة اللي هو الخاص فيها اسمه الطحينة بنحط فيها عليها شاي وأكلة مزيانة وإن شاء الله تنول إعجابكم بإذن الله تعالى. العنوان جد مقهى الورود، بجانب مقهى المرور بجانب مقهى الورود شارع الحسن الثاني. نعم شارع الحسن الثاني جنب مقهى الورود بجانب مقهى الورود المتجه على الرمز، المتجه على الرمز. وأهلا وسهلا فيكم ناس بني ملال.